استقبل ميناء حاويات العقبة باخرة أوشن 3 العائدة للخط الملاحي أساس لاين، ولأول مرة يتم استقطاب هذا الخط الملاحي إلى الأردن، حيث يمتاز هذا الخط بوقت إبحار قصير يصل إلى 6 أيام من وإلى موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمتاز أيضا برحلات منتظمة من صادر ووارد إلى موانئ العقبة. وسيعمل هذا الخط على توفير كلف الشحن على المصدرين على المصدرين والمستوردين الأردنيين، بالإضافة إلى زيادة حجم المناولة في ميناء العقبة، كون ميناء العقبة يعتبر بوابة الشرق الأوسط للدول المحيطة بالأردن. هذا وسيعمل الخط على تحفيز الصادرات والاقتصاد الأردني. الخط الملاحي الجديد هو أساس لاين، اسم الباخرة أوشن 3. اليوم تم وصولها العقبة بحمد الله، من المتوقع أن يكون عليها تقريبا 1000 TEU. بتخدم بور سودان عقبة وبالعكس من العقبة لبور سودان، وبأسعار منافسة وبشورت ترانزيت تايم تقريبا 6 أيام. هذا الإشي رح يشجع المصدرين الأردنيين بخصوص الصادرات للسودان، لأنه بنعرف سوق السودان سوق كبير، وإن شاء الله بالمستقبل القريب رح نخدم البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط إن شاء الله.